طبعا كلكم جالسين تنتظرون المفاجأة. بس عندك خبر ان مش كل مفاجأة حلوة. صحيح. اوقات تنتظر مفاجأة وتكون متوقع عنها مرة جميلة بس ما تكون جميلة. جميل صحيح. تكون مرة سيئة. ممكن صحيح. الحياة يا ابو دحيم لا تؤمن لها لانها مليانة مصاعب ومصايب. وين شاري شرابك انت؟ تؤمن لحد في هالدنيا وخلك شديد وقت الشدة لأن الدنيا قدار. طب انت عارف انت بتعيط على ايه؟ الدنيا يا وليد غدارة. حصل يا اخويا حصل. غدارة يا وليد حصل خلاص. وزي ما قلنا ان الحياة مليانة بالمفاجآت وفيها المفاجآت الحلوة والمفاجآت اللي مش حلوة. بس اليوم ومع الاسف للاسف اني جالس اعيشكم ذا المود وانا اللي ما احب ذا المود ابد. واحب انكم دايم تكونون مبسوطين. ومفاجأتنا اليوم هو عن شخص عزيز عليكم كان غايب